عسلامة الناس الكل، ومرحبا بكم معايا في فيديو في وصفة جديدة. وكما قاعدين تشوفوا الوصفة متاع اليوم باش تكون وصفة خبز العيد، خبز الدار الفاوة اللي ما نستغنيوش عليه في العيد. الوصفة متاع اليوم اللي باش يميزها غير كونها بنينة وفاوحة وعلى كيف كيفكم، باش تكون بمقادير بسيطة من غير حليب ومن غير حتى شيء معناتها زايد، المقادير العادية التقليدية متاع الخبز. وغير هذا باش يكون من غير عجينة ومن غير عجنين حتى باش نلموا الخبز أكهو، وحاجة أخرى زادة من غير تخمير معناتها باش نخمروهم 10 دقائق مرتين وأكهو. شوفوا معايا الوصفة. اول حاجة عملتها باش ناخذ كاسين ماء دافين، الكاس هذايا السعة متاعه 250 مليلتر. ولهنا نحب نأكد على الماء يكون دافي ما يكونش سخون برشا. راهو الماء سخون يعدم لكم الخميرة يعني يقتلها وما يخليش الخبز يخمر. باش نزيد مغرفة كبيرة خميرة متاع خبز تقريبا ساشي ونص، ساشي فيها 7 غرامات، ومغرفة كبيرة سكر، وهذه كيس متاع سميد أرتب، سميد متاع خبز يعني أرتب اللي يكون أرتب على الأخر. باش نحركهم كيما هكا، نخلطهم مليح مع بعضهم، ومن بعد باش نغطيهم ونخليهم يخمروا 10 دقائق، معناتها باش نخلي كالخميرة تتفاعل وتطلع شوية لمدة 10 دقائق أكهو. من بعد ما تعديو 10 دقائق باش نبداو نزيدو بقية المكونات. كما شفتو كيفاش الخميرة تفاعلت وكلي طلعت شوية، ولهنا باش نزيد كاسين متاع فرينة، ذيك الكاس الأول، الكاس الثاني باش نزيد مغرفة صغيرة ملح، وهذينا حطيت سينوج، وانتوما تحبوا تحطوا سينوج ولا حبة البركة كل حد شنو يسميه. كما تنجموا تحطوا زادة أي فاح آخر متاع الخبز، مع تفاح مشكل ولا اللي تحبوه انتوما. خلطتهم هكايا شوية مع بعضهم، ولهنا باش نزيد تقريبا ربع كيس ولا حتى أقل متاع زيت زيتونة. أنا استعملت زيت زيتونة، انتوما تنجموا حتى تستعملوا الزيت العادي. لهنا باش نخلطهم مليح مليح بالفوي هكايا كيما قاعدين تشوفوا، ونأكد اللي لازمنا نخلطوهم مليح. التخليطة هذه هي اللي باش تغنينا على العجنين. يلزم المكونات لهنا تتخلط مليح مع بعضها، وكما قلت لكم هذا اللي باش يغنينا على العجنين. من بعد ما خلطت بالفوي باش نكمل نزيد الفارينة، زدت كاس اخر اللي هو هذايا الكاس الثالث، وباش نبدا نلم بداية جست نلم وكهو، مش باش نعجن. نلم ونشوف عيني ميزاني، معناها كل مرة نزيد شوية. توا كيما شفتوا زدت كيس متاع فارينة، العجينة مازالت باش تقعد تريا برشا، باش نزيد كيس اخر، اما مش باش نحطو الكل، باش نقعد نزيد منه بشوية ونلم. لهنا اكتفيت من الفارينة، ما عادش باش نزيد الكيس، ما حطيتوش الكل، حطيت كيس غير ربع، خليت منه تقريبا ربع كيس. وكما قاعدين نشوفوا العجينة تقعد تتلصق في اليد طرية، ما هيش عجينة ملمومة وشادة روحها، تتلصق في اليد، وهذا اللي في ظلم الكيس الرابع. دونك حطيت 4 كيسين غير ربع فارينة، وانتوما كما قلت لكم عينكم ميزانكم، كل فارينة وكيفاش، فما فارينة تشرب وفما فارينة ما تشربش، على خاطر العجينة كما قلت لكم تتلصق. باش نبلي دايا بشوية زيت، ندهنها بالزيت، نلم العجينة كما هكا في يدي، ودير هيك مانيش باش نزيد، مانيش باش نخليها تخمر لحتى شيء. باش ناخذ نكعبرها كيما هكا، معناتها نلمها في شكل دايري معناها. وباش ناخو الطبق متاع الفور، نحط عليه البابيي كويسون، وباش نبدا نطرح عليه الخبزة متاعي.
الفرن لهنا ديجا قاعد يسخن، حطيته على اعلى درجه. اعلى درجه عندي انا 250 درجه، ماذا بيكم تحطوه على اعلى درجه عندكم باش يطيب مليح الخبز من داخل ما يخرج زاد برشا وقت في التطيب. باش ندهن يدي بشويه زيت وباش نبدا نحل في العجينه، نفطر فيها على شكل دائري شكل الخبزه. انا عملت خبزه واحده كبيره، انتم تنجموا معناتها تقرصوهم تعملوهم تقسموهم كويرات وتعملوا معناتها اكثر من خبزه، معناتها قداش باش يجيكم الكميه. كيما تنجموا اذا حاجتكم مثلا باش تعملوا خبزه كبار، تضاعفوا الكميه اللي خدمت بها انا باش تحصلوا على خبزه كبيره هكا، يعني خبزات كبار كيما الشكل هذا. من بعد ما كملت فترة الخبزة هنا حبيت نوريكم السمك متاعها كيفاش باش تكون، باش تجيكم معناها عالية كيما خبز العادة متاع العيد. من بعد مباشرة من غير من نرتاح على العجينة نخليها تخمر لحد شيء، كيف ما شفتوا ما خليتهاش تخمر كان المرة الأولى. توا باش نقسمها هكا باش نشق الوجه، تنجموا معناتها تعملوها كيما هكا مربعات والا تقسموها معناتها تجرحوها معناتها بالشكل اللي تحبوا عليه نتوما. خديت اصفر متاع بيضه وحطيت عليه شويه قهوه سيرات الذوبان، خلطتهم مليح مع بعضهم وهذا كلي باش ندهن به الوجه. تنجموا تستعملوا جوست اصفر عظمه وشويه حليب، انا حملت القهوه. راو القهوة جس باش تعطي لون مزيان، مش باش تخلي لا نكهة لا ريحة لا حتى شيء. من بعد رشيت شوية سينوش، تنجمو زادة ترشو بسبيس ولا معنتها الفايح متاع الخبز. غطيت بابي سيلوفان ومنديلة خليتها ترتاح 10 دقائق أخرين، 10 دقائق أكاها ومش أكثر. الفور يكون سخن مليح، دخلتها للفور وحطيت راو بابي سيلوفان جست باش ما تمسخليش المنديله، معناتها ماهوش اجباري. واكاهو وقت اللي حمر الوجه مليح وطابت خرجتها، لاني مازال سخونه ما نجمتش حتى نمسها مليح، خليها تبرد شويه ونقص نوريكم لهنا القوام نتاعها كيفاش من الداخل. كيما تشوفوا التراوه نتاعها كانها فيها الحليب، لكن هي كيما شفتوا المكونات نتاعها ما فيها حتى شيء زايد على المكونات العادية البسيطة برشا متاع الخبز. زيد على هذا ما فيهش مش باش تاخذ برشا وقت متاع تخمير ساعة او اكثر، وما فيهش تعب متاع جنين. دونك الوصفة متاعنا اليوم فات، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. نرجع لكم في وصفة اخرى ان شاء الله. تبقوا على خير، بسلامة، باي باي.